سدان يا نزار المكايد كتيرة جدا. فبقول مثلا يشككك في حقيقة ان في دينونة. ده نعم. اكبر كارثة عايشين فيها ولا؟ نعم. قال له يوم تأكل منها موتا تموت. تمام؟ لكن يجي ابليس يقول لي لن تموت. لن تموت، مفيش دينونة. تتجنيد. ربنا قاعد، مش بتسمع التعبيرات دي؟ ربنا قاعد مولع نار وقاعد علشان يشوي الناس. مفيش دينونة، مفيش حاجة اسمها دينونة. مش في طوائف عندنا أصلا لا تؤمن بالعذاب الأبدي. لا تؤمن، خلاص مفيش دينونة، لن تموت. ما كده وقع فيها ناس كتيرة جدا. يشككني في نتائج الخطية نفسها.